الله تبارك الرحمن. موقعي جنوب أم قدير عند البرقية الأولى، هذا خط أم قدير. أم قدير شمال مني، هذا مناقع الماء. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا أول مطر حسب الأرصاد الكويتية. الأخ صلاح الأنصاري أن الكمية اللي سقطت على أم قدير، أم قدير شمال مني 4 مليمتر، وهذه الله أعلم، الله أعلم أن هذه أكثر من 4 مليمتر. الموقع اللي أنا فيه الحين أم قدير شمال مني بكم كيلو، هذه ممكن الله أعلم من 5 إلى 6، والله تعالى أعلم. أنا عندي جهاز وعارف القياس، يعني تقريبا يعني ممكن 5 مليمتر فوق الموقع هذا، والله تعالى أعلم. أخوكم ناصر الداحل هاجري، السلام عليكم ورحمة الله، ومبروكين.